بيك في قناة بتجيب السكس في شكل دراما، شكل فيلم بقى. ده انت ملمة بالموضوع. طبعا طب تفرجي. بجد؟ صريحة بنت يا شيماء. نعم يا اطلع من دول. لا يا حبيبتي، طالعة منهم وقاعدة ومتربعة، عيب اللي انت بتقوليه ده. بذمتك ما بدحتش ولا موقع بقى. الجملة اللي انت بتصرحي انه انا بتفرج، كلنا بنتفرج على افلام. لا انا حرة على فكرة. انا حره اتفرج ما اتفرجش ما يخصكيش، بس ما ينفعش تصرح بيه. لا انا حره واصرح. لا ازاي ده؟ انت في اي، ده انت فنانه، اي حد حبيبتي انا حره في حياتي يتقيد فيكي. انا حره، انت مالك؟ بس ما ينفعش ابقى حره يا مدام انتصار ان انا اطلع يعني وانت حره اساسا. حرام يعني؟ ده هو بيقول لك حرام. طبعا مشاهده الافلام. طب وانت مالك برضه بالحرام والحلال في حياتي؟ مشاهده ما نصرحش بيه، ده بيقول لك ده ايه بوليتهم. انت مالك يا حبيبتي؟ انا ابتلي استتر؟ انت مالك؟ بس دي حريه شخصيه على فكره، انت مش تحجري عليا. هو احنا بنتقدم لقدام ولا بنرجع لورا؟ ما ينفعش يا حبيبتي. دي انت بتقدمي برنامج للناس، وانت ملك الناس، وانت قراراتك وحتى في الفنان حتى سلوك الشخص لازم يهتم بيه عشان الناس. ما ينفعش تقولي انا مالي ومال الناس. ليه وانا سلوكي الشخصي؟ طيب اقول لك مين اللي زعل منك؟ لا اعوذ بالله. هو انا ماشي ما هو ده اللي فاجئ الناس. اجمل واشهر الفنانات العرب يعترفن بممارسة العلاقة الحميمة بدون زواج. أجمل فنانات العرب والأكثرهن شهرة يقررن الخروج عن المألوف باعترافات جريئة تتعلق بممارستهن العلاقات الحميمة قبل الزواج، وهي الاعترافات التي لقيت تفاعل كبير، كما بينت بذلك التغطية الإعلامية لكل فنانة. وبالرغم من الحرص الشديد الذي يحافظ عليه نجوم الفن والمشاهير فيما يخص حياتهن الخاصة، إلا أن هناك البعض يتحدث عن حياته الخاصة بكل طلاقة. وفي هذا الصدد تفاصيل مثيرة للجدل كشفت عنها بعض الفنانات عن حياتهن الشخصية. وهناك فنانات خرجن عن المألوف ليتحدثن عن ميولهن الجنسية وقصصهن غير الشرعية قبل الزواج، متحديين التقاليد والأعراف السائدة في المجتمع العربي. ومن بين هؤلاء الفنانات الفنانة انتصار. تصريحات مثيرة للجدل أطلقتها الفنانة انتصار، وذلك خلال إحدى حلقات برنامج نفسنا، حيث كشفت عن إنها تشاهد الأفلام الإباحية وتأييدها لمشاهدة الشباب لها من باب تعليمهم الثقافة الجنسية. وأشارت الفنانة انتصار في تصريحات إلى أنها تعرف قنوات تعرض هذه الأفلام بشكل درامي، وهي تفضلها وتفضل مشاهدتها. وقالت في رجالة كتير قبل الدخلة محدش شرح لهم إزاي العلاقة الجنسية في الزواج، وإن أفلام البورن والكتب أفادتهم كتير في فهم التعامل مع واحدة ما يعرفهاش، بتعرفهم ازاي يبقى زوج ويكفيها وازاي يجيب اولاد. جابوا كتب جروها وطبقوا على صورة شافوها ثم بدوا صح. الفنانة منى هلا بالرغم من اعتياد الجمهور على الجراءة من الفنانة الشابة منى هلا، الا انها فاجأت الجمهور بنشرها صورا مع حبيبها اثناء اقامتها في الولايات المتحدة الامريكية. ومن خلال تصريحات صحفية اعتبرت الفنانة منى هلا أن العلاقة قبل الزواج حرية شخصية وشرعية تماما، كونها تستند على مبدأ الإشهار والإعلان الذي يعتبر من أهم شروط الزواج في الإسلام. الفنانة مايا دياب فاجأت الفنانة اللبنانية مايا دياب جمهورها ومتابعيها بتصريحات جريئة، حيث تحدثت عن حياتها مع زوجها وخلال لقاء لها مع المخرجة إناس الدغيدي في برنامج هو وهي والجريئة. قالت إنها عاشرت زوجها لمدة عامين قبل أن يتخذ قرار الزواج، وأشارت خلال لقائها بأن الخيانة أصبحت شيئا متداولا، ولا يوجد رجل لا يخون زوجته، وكي تكون منصفة والمرأة أيضا، مؤكدة أن خيانة الرجل بنسبة 99% ليس لها أسباب، وبالنسبة للمرأة تكون خيانتها دائما ردا على أزواجهن. الفنانة إليسا بعد تصريحها بأنها لا تمانح في الإنجاب بدون زواج بشرط أن يعترف الأب بالابن
تشكلت صدمة قوية لدى جمهور الفنانة إليسا الذين تفاجأوا بتصريحها الجريء المخالف للقوانين والأعراف التي يفرضها المجتمع اللبناني والعربي. وبالرغم من ذلك لم تتراجع عن تصريحها وعادت لتؤكد خلال تصريحات تلفزيونية على قناة ام بي سي. وتمنت إليسا ايضا تغيير قوانين الزواج المدني التي تعوق ذلك، مؤكدة انها قامت باكثر من علاقة بدون زواج، وترى ان العلاقة بدون زواج افضل من الزواج نفسه. الفنانة إيناس الدغيادي بالرغم من اعتياد الجمهور على تصريحاتها الجريئة إلا أن إعلانها بأن الجنس حرية شخصية حتى وإن كان خارج إطار الزواج عرضتها للكثير من الهجوم والنقد. فأكدت على ذلك المخرجة السينمائية خلال أحد لقاءاتها التلفزيونية بأن هناك أشخاص ترى ممارسة الجنس قبل الزواج حرام ولا تستطيع أن تستوعب أنه حلال، مضيفة في ناس تستحرم العملية الجنسية قبل الزواج ومش قادرة تستوعب انها حلال ومقدرش افرض عليهم واقول لهم روحوا مارسوا الجنس، لان العلاقة الجنسية قبل الزواج تكمن اهميتها في معرفة الاشخاص بعضهم البعض. فنانات ومطربات كثيرات عشنا تجربة الامومة من دون زواج، بدون زواج مثبت رسميا على الاقل. وبالرغم من ان الفنانة زينة كانت اشهر الفنانات التي حاربن من اجل الحصول على حقهن في اثبات النسب الا انها لم تكن الوحيدة. نستعرض لقطات في هذا الفيديو فنانات عربيات انجبن من دون زواج رسمي وعشن ازمة نسب الاولاد. من ابرز الفنانات على قائمة الامهات من دون زواج حلت الفنانة اللبنانية جمر التي لم تستطع حتى الآن إثبات نسب ابنها جيمي على الرغم من دعاوي قضائية عدة أقامتها ضد رجل الأعمال المصري جمال مروان الذي تتهمه بأنه والد ابنها الوحيد. بعد نزاع ودعاوي قضائية دامت لسنوات استطاعت الفنانة المصرية زينة إثبات نسب التوأم عز الدين وزين الدين للفنان أحمد عز الذي رفض الخضوع لفحوصات الحمض النووي، وتمكنت من استصدار شهادتي ميلاد توأمها وتسجيلهما على اسم أحمد عز. كثير من الجمهور لا يعرف أن الفنانة المصرية الراحلة هند رستم تزوجت سرا من المخرج حسن رضا وأنجبت منه ابنتها الوحيدة بسنت، ولكنه رفض الاعتراف بالزواج وبابنته قبل ان يخضع لتهديداتها بالفضيحة والتشهير بها. واخيرا الفنانة شريهان، فاجأت الفنانة شريهان بانضمامها للقائمة حيث في لقاء تلفزيوني للفنانة شريهان تحدثت عن والدتها التي تزوجت في سن صغير من مدير التصوير احمد خرشيد وأنجبت منه أبناءها جيهان وعمر، وبعد أن تزوج عليها انفصلت عنه لتتزوج من رجل آخر، ثم انفصال وزواج من والد شريهان أحمد عبد الفتاح الشلقاني. وكانت والدتها السيدة عواطف هاشم تزوجت الشلقاني عرفيا لتحمي ابنها الوحيد عمر خرشيد من زوجها الأول من الالتحاق بالتجنيد، فهو مريض بمرض نادر يستلزم علاجا دائما، فاضطرت للزواج عرفيا ثم أنجبت شريهان ولم تبلغها بالحقيقة. أوضحت إنها عرفت بأن والدها هو أحمد عبد الفتاح الشلقاني وهي في عمر 11 عام، وفي اليوم الذي اعترفت فيه والدتها بالأمر أخبرتها إنه توفي فلم تستطع أن تلتقي به كوالد لها حتى ولو مرة واحدة.